يوم يوميا على الله بالليل كده تشطف وتعمل اللي انا هوريه لك دلوقتي. غسلنا الشعر، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ايه اخباركم؟ وحشتوني. انا النهارده جايب لكم فيديو كتير طلبوه مني في التعليقات وكتير طلبوه مني في التيك توك، لكن التواصل الاجتماعي كلها عن اكتر حاجة بتخنق الشباب او البنات اللي هي الكسرة او الموجة. تلاقي الشعر معاك عامل تجاعيد وزي ما انت شايفه قدام حضراتكم. طب احنا عايزين نعدله، في كذا طريقة ان احنا نعدل الشعر عن الموجة بتاعته. اول حاجة عشان نقدر نتكلم فيها عايزين نعرف الكسرة ايه اسباب ظهورها في الشعر. اسباب ظهورها في الشعر يا جماعة، الكسرة ديت بتيجي من اتجاه ان احنا بنسرح الشعر على اتجاه معين في الشعر لمدة طويلة، فبالتالي بتبدأ تعمل عملية موجة او كسرة، بتعود الشعر على التسريح بالاتجاه ده فتلاقي نفسك على طول في موجة. طيب احنا رجعناه ورا بنفس الطريقة ديت، هو الراجل ده على طول بيرجعه ورا بتلاقي فيه كسرات. طب تعالى بقى احنا عشان نضيع الكسرة ديت تعالى هنعمل ايه يا عم محمد؟ هنيجي احنا مثلا عاكسين الاتجاه. بص اوريك، بس انا جاي لك في الكلام، هوريك علاجها، انا بوريك هي بتنتج من ايه الاول. ادينا احنا كده حولنا لايه الشعر، يعني احنا كنا بنرجعه ورا جبناه على جنب، في كسره كده. بص كسره موجوده، لا موجوده بسيطه جدا يعني ما تذكرش. طيب لو احنا رجعناه ورا عشان الشعر متعود على ورا على طول، شايف الكسرات اهو. ليه؟ ان الشعر على طول مستمر في اتجاه واحد لفترة طويلة في اتجاه معين، فبالتالي بيبدأ يعمل عملية الموجة او الكسرة في الشعر. طب ايه حلها؟ حلها بيتكون في كام شق، في كذا شق. الشق الاول اللي احنا نحط حاجة ونبوظ بيها الشعر، وانا نصحت بيها كتير وقلت ان احنا بلاش ان احنا نعمل كده، الا وهو ايه؟ الفرد اللي هو عامل زي العسل ده اللي بنقول عليه اعشاب وهو مش اعشاب، وكذلك الفرد الاحمر، وفي فرد ابيض وجميع انواعه، من كان من الايطالي للمصري للفرنسي، اي شركه بتصنع. اول حاجه هي بتعتمد على الحاجات دي، بتعتمد رقم واحد عليه ماده البطاس. الماده البطاس الماده الفعاله اللي بتفرد الشعر، بتفرد الشعر وبتدمر الفروه بتاعه الشعر ذات نفسه. يعني احنا لو بصينا بعد ما تفرده، يعني لو حطيت عليه ده وفردته، هتلاقيه ان هو بيعمل عمليه تجاريح في الفروه وتلاقي حرقان، واكيد في ناس جربته وهتعرف ان كلامي صح. طب دي اول حاجه احنا نقدر نكسر بيها الموجه، واحنا مش عايزين الكلام ده، الكلام ده مضر جدا. تاني حاجه، ودي من الحاجات اللي انا بنصح بيها، ان انت لو عندك كسره وعايز تطول شعرك، ركز على كلمة عايز تطول شعرك دي، هتستخدم البروتين او البوتاكس او الكولاجين. المواد ديت هم صنعوها بديل الضرر اللي انتوا شفتوه من شوية اللي هو الفرد، ان في حاجات اعلى نزلت مفيدة يعني بنسبة 70% عن الضرر اللي انت شفته ده، وزي ما انا قلت لك اللي هو البروتين ومشتقاته، كرياتين ومشتقاته، البوتاكس ومشتقاته، الحاجات ديت صنعوها حاجة كويسة جدا للشعر. طيب يا عم محمد احنا عايزين نخش في الطبيعي، ايه الحاجة الطبيعية اللي نقدر ان احنا نضيع بيها الكسرة؟ زي ما انا قلت ان الشعر بيقعد فترة طويلة على اتجاه معين، فبيبدأ يعمل عملية الموجة او الكسرة. علشان اقدر احولها اعمل ايه؟ اعكس اتجاه الشعر. يعني ايه اعكس اتجاه الشعر؟ الكسرة دي ما جاتش في يوم وليلة، قعدت فترة كبيرة عبل ما تيجي، بمعنى ان كل يوم انت بتسرحه على مدار التسريح بدأت تعمل معانا كسرة. طب عشان نضيعها كل يوم يوميا، ده يحصل معاك روتين، او الحاجة دي كتير احنا بنعملها كلنا، طبيعتنا بنسبة 90% بيستحمى وبياخد شاور قبل ما بينام، تمام. بعد ما حضرتك تاخد الشاور بتاعك وتستحمى، الطبيعي ان انت لما تيجي هتعمل بنفس الطريقه دي. لكننا احنا كده غسلنا ايه؟ الشعر. الراجل بيرجع شعره لورا، فاحنا العكس ده اللي هيحصل معاك روتيني. هات العكس كل يوم بالليل، كل يوم يوميا على الله بالليل كده تشطف وتعمل اللي انا هوريه لك دلوقتي. غسلنا الشعر، تمام، في البيت
الكلام ده تجربي قدامك، يعني ان انت الحاجات دي هتعملها في البيت. انا بوريها لك كده روتيني، بس الحاجه دي اساسي تتعمل، وبفضل الله هتلاقي الموجه معاك، مفيش حاجه في يوم وليله بتنتهي زي ما بتيجي لازم تمشي. مفيش اللي انا في يوم وليله اشيل الكسره، عشان اشيل اللي في الكسره في يوم وليله اعمل الحاجات دي، ان كانت بالخطا اللي هو ان كانت بالخطا اللي هو الفرد الاعشاب اللي انتوا بتقول عليه اعشاب وهو مش اعشاب، هو موجود عندي. عشان في ناس هتكلمني هتقول لي طب هو عندك ليه؟ هو عندي عشان بفضل الله مفيش حاجه مش موجوده عندي، اي حاجه موجوده في مستحضرات التجميل لازم انا اجيبها. بس انا بنصح بيها الزبون قبل ما بيعملها، بقول له هي ايه؟ مش كويسه للشعر، نصيحه لله. ده الحاجه اللي هتقدر تجيب معاك فوري، هتحطها دقيقه هتشيلها هتلاقي الفرد شعرك بقى مفروض وما فيهوش كسورات. وكذلك الحاجه الكويسه اللي انا قلت عليها البروتين، اعمله ده هيجيب معاك نتيجه، هيقعد معاك فتره طويله. ان كان الفرد ده بيقعد معاك اسبوع 15 يوم، التاني هيقعد معاك بالشهور وهيكون مفيد للشعر افضل. طيب احنا غسلنا زي ما انا قلت لكم الشعر، تعالى بقى احنا نشفناه هاريكو، ده حاجه بسيطه جدا يعني. نشفنا الشعر، ايه اللي يحصل بقى بعد كده يا عمهم؟ وانت بتغسل شعرك وبتنشفه، شايف الطريقه دي؟ تعالى محمد ركز على التصوير، شايف الطريقه دي اهو. اعمل عمليه تدليك للشعرايه، نظام فرد من عند ربنا يعني، بعيد عن ان احنا بنحط المواد الكيماويه او استشوار او اي حاجه، بنفس الطريقه دي كده. ركز على الحركه دي، الحركه دي بتعمل ريفرش للشعرايه والفروه الشعرايه. بص انا ما قصيتش من الشعر لسه اهو، انا هوريكم على الحاجه وهي طويله، وهوريكم الفرق دلوقتي قدام عينكم. الحكه او الطريقه دي بتعمل عمليه سخونه بسيطه في الشعرايه، فبالتالي بتبدا تتفرد معاك. الكلام ده يحصل روتيني معاك يوميا 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 لمده العمر. خليها اساسي، خلي الحاجه دي روتينا معاك، مش هتضر، ده بتفيد اقسم بالله يا برنس وقسما بالله. الحاجه دي اساسي اساسي اساسي، لما تعملها لشعرك هتجيب معاك نتيجه وهتشوفها. ويوميا انا هوريكم دلوقتي اهو، بعد ما احنا نشفناه بص بقى يا عمو، احنا اهو قدام عينك اهو، تعالى بقى سرح. بعد ما انت دعكت الشعر وجبته لقدام، بص بدا ينشف معاك تسريع طول ما انت بتسرع من الحركه دي. بص بدا ينشف معاك، بدا بص اكنه اتفرد، وده رباني. بعد شويه هتلاقيه يبدا يعمل معاك الموجه يعني الطبيعي، بس حاول تستمر عليها يوميا، خليها روتيني زي ما انا قلت لك، وان شاء الله هتشوف النتيجه. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديده ان شاء الله هتعجبكم عن الشعر، ان كانت حريمي او رجالي بفضل الله هعمل لكم عليها. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.